بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. في مستهل هذا الدرس 52 من دروس شرح حرز الأمان ووجه التهاني المشهور بالشاطبية، والذي يقام صبيحة كل سبت بقاعة مركز الملك خالد الإرشادي بالرياض، نرحب بالإخوة الحضور. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند آخر فرش حروف سورة الصافات، واليوم إن شاء الله نشرح فرش حروف سورة صاد وما بعدها. قال الناظم رحمه الله تعالى: وضم فواق شاع خالصة أضف له الرحب، وحد عبدنا قبل دخللا. قرأ المرموز لهم بحرف الشين، وهما حمزة والكسائي رحمهما الله: ما لها من فواق، ما لها من فواق بضم الفاء، وقرأ غيرهما بالفتح، والفتح والضم لغتان في هذه الكلمة. وقرأ المرموز لهم بله الرحب بخالصة ذكر الدار، بخالصة ذكر الدار. قال: أضف، والإضافة تقتضي ماذا؟ حذف التنوين. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وأشار إلى قوة هذا الوجه واستحسانه بقوله له الرحب، وأشار إلى قوة هذا الوجه واستحسانه بقوله له الرحب. إذن عندنا في هذا الحرف قراءتان: بخالصة ذكر الدار لهشام ولنافع. احنا قلنا أن نافع رحمه الله ويستخدم له الألف، سواء كانت الألف ألف وصل أم قطع الهمزة، يعني سواء كانت همزة قطع أو همزة وصل. وعلى ذلك أيضا سار ابن الجزري في طيبة النشر: ولو تجنب ذلك لكان أفضل، لأن يعني تسقط في الدرج، همزة الوصل تسقط في الدرج، فلا تبين إلا كتابة، لا تبين إلا كتابة أن هذا رمز نافع. المهم أن نافعا وهشاما رحمهما الله قرأ بخالصة ذكر الدار، وقرأ غيرهما بخالصة ذكر الدار، وقرأ ابن كثير المكي وحده: واذكر عبدنا إبراهيم بالتوحيد، واذكر عبدنا إبراهيم، وقرأ غيره بالجمع، وقرأ غيره بالجمع. طبعا إبراهيم جاي في السياق بعده ماذا؟ اذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار.
طبعا قراءة الجمهور بالجمع، قراءة الجمهور بالجمع. طيب قبل ما نعلق على هذه القراءة، لأن هذه قد تكون يعني مشكلة عند البعض، عندنا فواق قراءة من؟ الجمهور، قراءة الجمهور، فواق بفتح الفاء قراءة الايه؟ الجمهور، وفواق قراءة حمزة والكسائي، بخالصة ذكر الدار بالإضافة وترك التنوين لهشام ونافع، وقراءة الجمهور بخالصة ذكر الدار. قراءة المكي ابن كثير رحمه الله، واذكر عبدنا إبراهيم، وقراءة الجمهور واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طبعا هي وجهوها بأشياء كثيرة، وأقرب ما قيل فيها أنه من يعني تمام الثناء على إبراهيم عليه السلام أن ذكر له في آيات أخر الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وشرفه هنا أيضا بتخصيصه على قراءة ابن كثير، يعني بذكره عبدا لله عز وجل، كما كان التشريف في أعظم المقامات للنبي صلى الله عليه وسلم، أو في واحد من أعظم المقامات حال إسرائه، الإسراء به صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا هو أشرف مقام للمؤمن، عبوديته لله أشرف مقام له، لأنه إذا كان عبدا لله حقا تخلص من سائر أصناف العبودية للدنيا وللشهوات وللشيطان وحب غير الله عز وجل، فصارت وجهته واحدة. طيب وإبراهيم، طيب احنا عندنا عبدنا إبراهيم ها وإسحاق ويعقوب، والباقون بعد الباقون معطوفون عليه، لكن هذه زيادة تشريف لإبراهيم عليه السلام، زيادة تشريف لإبراهيم عليه السلام، الباقون معطوف عليه، يعني وكأنه قال واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق وكذا معطوفون على إبراهيم، أو واذكر إسحاق ويعقوب يعني بفعل منفصل. إذن عندنا في هذه في هذا البيت ثلاث قراءات، فواق وفواق، خالصة بخالصة ذكرى، بخالصة ذكرى، واذكر عبادنا إبراهيم، عبدنا إبراهيم. وقد فصلنا الكلام على عزو كل قراءة لأصحابها. قال وفي يوعدون دم حلا، هي قوله تعالى هذا ما يوعدون ليوم الحساب، هذا ما يوعدون ليوم الحساب. قرأ بهذا بالغيب على ما لفظ به وعلى ما أطلقه أبو عمرو وابن كثير، هذا ما يوعدون ليوم الحساب. وقرأ غيرهم ها هذا ما توعدون ليوم الحساب. طبعا احنا قلنا اكثر ما يجري فيه الغيب والخطاب يكون على الالتفات، اكثر ما يكون فيه الغيب والخطاب يكون على الالتفات. الالتفات هنا في اي قراءه؟ في قراءه الجمهور ولا في قراءه ابن كثير وابي عمرو؟ ها لا، في قراءه الجمهور، لأنه قال إيش؟ هذا وإن المتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، غائبين يعني يحكى عنهم، ما هم مخاطبين بالكلام، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما يوعدون. هذه قراءة ابن كثير وأبو عمرو، هذا على السياق نفسه كله غيب، يحكى عنهم كذا كذا، يعني يحكى عن أحوالهم يعني. أما قراءة الجمهور فهي على الالتفات، يعني انتقل بعد ما حكى عنهم كذا
كأنه نقل تشريفا لهم يخاطبهم هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا طبعا احنا لا نلتزم كما قلنا بالتوجيه في كل مرة، لكن أحيانا نتوقف قليلا حتى يعني بهذه هذا التوقف أو الإشارة حتى أنت تتفكر في باقي الإيه باقي المواضع المشابهة. وبقاف دم، وبقاف دم، إيش اللي بقاف ودم؟ يعني نفس الحرفين، الحرف ده الخلاف فيه، لكن هنا هناك دم بس. ابن كثير قرأ بالغيب في موضع قاف، أي موضع في قاف؟ ها؟ ما توعدون لكل أواب حفيظ، قراءة الجمهور بالخطاب وقراءة ابن كثير بالغيب، ما يوعدون لكل أواب حفيظ. وثقل غساقا معا شائد علا، هذا حميم وغساق لحمزة والكسائي وحفص قرأوا بالتشديد، وقرأ غيرهم بالتخفيف، قال ثقل، إذن المقابلين إيه خففوا. إذن عندنا قراءة الجمهور حميم وغساق، وكان يعني أولى أن يشير إلى أن هذا معا، أو لأنه طبعا فيه عندنا إلا حميمة وغساقة في سورة إيش؟ في سورة النبأ نفسها، وقال معا إيه؟ أشار، نعم أحسن، قال وثقل غساقا معا شائد علا. إذن حمزة والكسائي وحفص قرأوا في الموضعين في صاد وفي النبأ بالإيش؟ بالتشديد، وقرأ غيرهم بالتخفيف. والتشديد والتخفيف لغتان في هذه الكلمة، وهي إشارة إلى ما يسيل من صديد أهل النار، سواء كان غساقة أو غساقة، فهي إشارة إلى بمعنى ما يسيل من صديد أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وآخر للبصر بضم وقصره، ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا، وآخر للبصر بضم وقصره، هي قوله تعالى وآخر من شكله أزواج، قال بضم وقصره، فين الضم؟ ضم الهمزة، وقصره لأن هي طبعا كان فأصبح بضم أو ومقصورة، ليست فيها المطة المد. إذن في للبصر وأخر من شكله أزواج، وأخر جمع أخرى، وأخر من شكله أزواج، وقراءة الجمهور وآخر من شكله أزواج. آخر للبصري وآخر للبقية القراء. ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا، ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا، هي قوله تعالى اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. قرأ بالوصل أبو عمرو وحمزة والكسائي، بالوصل بمعنى ماذا؟ بدون همزة الاستفهام، بدون همزة الاستفهام، يعني قرأوا كيف؟ اتخذناهم سخريا. إذن قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي اتخذناهم، وقرأ غيرهم اتخذناهم سخريا. طبعا هذه اي همزه وصل، ما هو قال ووصل اتخذناهم، يعني قرأوا بهمزه وصل. معروف ان همزه الوصل، ان همزه الوصل اذا دخلت على فعل
همزة القطع، همزة الاستفهام إذا دخلت على فعل سقطت همزة الإيه؟ الوصل. مثلا أصطفى البنات على البنين، أصطفى البنات على البنين، الهمزة هنا همزة ماذا؟ همزة استفهام، همزة استفهام، استفهام طبعا إنكاري. فهنا أصطفى هي أصل الكلمة إيه؟ اصطفى، همزة وصل، لكن لما دخلت همزة إذا دخلت على الفعل سقطت همزة الإيه؟ الوصل. أطلع الغيب، هي أصلا اطلع، أصلها إيش؟ اطلع، لما تدخل همزة الوصل تسقط همزة القطع، تسقط إيه؟ همزة الوصل. أطلع الغيب. فهنا على قراءة الجمهور أتخذناهم، طبعا سخريا فيها خلاف ذكر في سورة الإيه؟ النور، على ضمه أعطى شفاء وأكمل. نعم، في سورة المؤمنون، أحسن المؤمنون، نعم. إذن عندنا أتخذناهم سخريا قراءة الجمهور، اتخذناهم سخريا قراءة أبو عمرو وحمزة والكسائي. البيت الأخير في هذا في هذه السورة، وفالحق في نصر، وهذه آخر تراجم، آخر التراجم في هذه السورة، وفالحق في نصر، هي قوله تعالى فالحق والحق أقول، فالحق والحق أقول. قال وفالحق في نصر، هنا قرأ حمزة وعاصم بالرفع في هذا الحرف، قال فالحق، وما الذي أدرنا أنه رفع؟ بلفظه وبإطلاقه، بلفظه وبإطلاقه. وقرأ غيرهما بماذا؟ ها؟ وحيث أقول الضم والرفع ساكتا، ها؟ فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. إذن قراءة الجمهور فالحق والحق أقول. وخذ يا ألي معا وإني وبعدي مسني لعنتي إلى، طبعا يأتي الإضافة التي فيها لي معا اللي هي لي نعجة وما كان لي من علم بالملأ الأعلى، وإني وبعدي مسني لعنتي إلى، إني أحببت حب الخير من بعدي، إنك مسني الشيطان، نعم، إنك أنت الوهاب، مسني الشيطان لعنتي إلى يوم الدين. إذن هذه تتمة الياءات، ياءات الإضافة التي في السورة. إذن عندنا في آخر ترجمة في السورة عندنا فالحق والحق أقول قراءة الجمهور، وفالحق فهذه قراءة إيش؟ وطبعا الفاء قيد، الفاء في كلمة فالحق قيد، لأنه قصد الموضع الأول، لأن الموضع الثاني متفق على نصبه، الموضع الثاني متفق على نصبه، والحق هذه بلا خلاف، هذه بلا خلاف. ننتقل بعد ذلك إلى فرش حروف سورة الزمر. قال رحمه الله تعالى أمن خف حرمي فشى، هو قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. الذي قرأ بالتخفيف في هذا الحرف حرمي فشى، قرأ ابن كثير ونافع وحمزة بالتخفيف،
كيف بالتخفيف؟ أه؟ أمن، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وقرأ غيرهم أمن هو قانت، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. طبعا دائما أم إذا دخلت هنا على التشديد دائما يكون لها معادل، دائما يكون لها معادل اللي بيبقى بعد، يعني إذا دخلت الهمزة، إذا دخلت الهمزة بيكون لها معادل أم كذا. فهنا المعادل محذوف، يعني أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هل هو مثل من يعني ينام ويترك الفرائض والنوافل وغيرها؟ فهذا عندنا في هذا الموضع قراءتان، أمن بالتشديد قراءة الجمهور، وأمن قراءة حرمي فشا. وقيل إن قراءة التخفيف على النداء، يا من، يعني كأنه نادى يا من هو قانت، أمن هو قانت، لأن طبعا الهمزة يعني من حروف النداء، أشهر حروف النداء الياء طبعا، لكنه الهمزة من حروف النداء، يعني قد تقول يا محمد أو تقول أمحمد. مد سالما مع الكسر حق، يقوله تعالى ورجلا سلما لرجل، ورجلا سلما لرجل، قرأ المشار لهم بحق بالمد، والمد يقتضي كسر اللام، يعني قرأوا ورجلا سالما لرجل، ورجلا سالما لرجل، كما لفظ به، كما لفظ به، وأشار إلى الكسر حتى تعرف قراءة الجمهور، حتى تعرف قراءة الجمهور. قراءة الجمهور بترك المد وبفتح الإيه؟ اللام، ورجلا سلما. إذن عندنا سلما ورجلا سلما لرجل قراءة الجمهور، ورجلا سالما لرجل قراءة ابن كثير وأبي عمرو. عبد هجمع شمردلا، شمردل الخفيف، والشين هنا رمز حمزة والكسائي، هي في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، فقراءة حمزة والكسائي بالجمع، أليس الله بكاف عباده، أليس الله بكاف عباده. وعبده هي للنبي صلى الله عليه وسلم تطمينا له، وعباده هذه يعني تطمين لجميع الرسل، وقيل لجميع عباده المؤمنين، وهذه فيها بشارة للمؤمنين أن الله عز وجل يكفيهم السوء، ولو أصابهم شيء فهو من تقدير الله عز وجل الذي يحط به عنهم السيئات ويضاعف لهم الحسنات ويرفع لهم الدرجات. إذن عندنا في هذا ثلاثة قراءات، القراءة الأولى أمن خف، أمن بالتخفيف، أمن هو قانت، قراءة ابن كثير ونافع وحمزة، وقراءة الجمهور أمن هو قانت. قرأ سالما لرجل ابن كثير وأبو عمرو، وقرأ سلما لرجل الباقون. أليس الله بكاف عباده قراءة حمزة والكسائي، وقراءة الباقين أليس الله بكاف عبده. وطبعا يعني هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وتصلح، لأنه يقولون هذا يقول اسم جنس على كل ما يطلق، يعني حتى ولو كان اللفظ مفرد
أليس الله بكاف عبده؟ عبادة أوضح في الدلالة أنها تشمل جميع المرسلين أو تشمل جميع المؤمنين، أوضح في الدلالة، لكن لا يمنع أن يقال أليس الله بكاف عبده، أي عبد كان، يعني هذا اسم جنس لجميع من عبد الله عز وجل حق عبادته، فإن الله عز وجل كافيه، إن الله عز وجل كافيه، يعني حتى على قراءة الإفراد تحتمل هذا، يحتمل أن يتسع المعنى لهذا. ليش؟ الإفراد ما أسمع لو ترفع. أي المفرد مضاف. نعم. قال رحمه الله: وقل كاشفات ممسكات منونا ورحمته مع ضره النصب حملا. هي قوله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هذه قراءة الجمهور: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قرأ أبو عمرو هنا بالتنوين: إن أرادني الله بضر هل هن إيش؟ ممسكات ضره. هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. لأنه هنا اسم الفاعل أعمل، أعمل في الاسم الذي بعده فلم يضف وإنما صار مفعولا له لفظا ومعنى، صار مفعولا له لفظا ومعنى، بمعنى هل هن كاشفات ضره، فاسم الفاعل هنا عمل في الايه؟ في الاسم الذي بعده فنصبه كاشفات ضره، كاشفات هن الفاعل والمفعول ضره، او هن ممسكات رحمته، أو هن ممسكات، هل هن ممسكات رحمته. فلذلك قال ممسكات، وقل كاشفات ممسكات منونا ورحمته مع ضره النصب حملا، اي ان لما اعمل اسم الفاعل عمل في الاسم الذي بعده ولم يضف فانتصب، انتصب باسم الفاعل. ومعروف ان اسم الفاعل والمشتقات تعمل عمل الفعل بشروط، تعمل عمل الفعل بشروط. اذا عندنا في هذا قراءتان: هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته على الاضافه، هذه قراءه الايه؟ الجمهور على الاضافه وترك التنوين. اما قراءه ابي عمرو رحمه الله فهي بالتنوين واعمال اسم الفاعل في الاسم الذي بعده فانتصب مفعولا: هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ثم قال رحمه الله: وضم قضى واكسر وحرك. وبعد رفع شاف، هي قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى، فيمسك التي قضى عليها الموتى. هذه قراءة الجمهور. طب وقراءة حمزة والكسائي؟ قال ضم قضى، ضمينا القاف يعني، واكسر الضاد، وحرك ومطلق التحريك هو الفتح، قضي. وبعد رفع شاف، هذا طبيعي أنه يتأتى من ذلك الرفع لأن أصبح الفعل مبنيا للمفعول، أصبح الفعل مبنيا للمفعول. التي قضي عليها الموت،
يعني قراءة حمزة والكسائي التي قضي عليها الموت، قضي عليها الموت، وقراءة الجمهور قضى عليها الموت، قضى عليها الموت، قضي الموت هذا اسم مبني للمفعول وهذا نائب الفاعل، وقضى عليها قضى الله الفاعل مستتر و يعود على الله عز وجل، والموت مفعول به. مفازات اجمعوا شاع صندلا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم، بمفازاتهم، لأن المؤمنين يفوزون بأنواع من النعيم، يفوزون بأنواع من النعيم، فوافقت هذه قراءة حمزة والكسائي وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء، وقراءة الجمهور بمفازتهم على اسم الجنس، أن مجرد يعني أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقراءة الجمهور بمفازتهم وقراءة حمزة والكسائي لمحت معنى وشعبة، نعم صحبة، لمحت معنى آخر هو أن أنواع النعيم متعددة، ووردت وصحت الرواية بذلك، فقرأوا بمفازاتهم. طبعا المهم أولا ثبوت الرواية، أما المعاني فهذه تبع وليست هي الأصل. وزد تأمرون النون كهفا وعم خفه، أي أن ابن عامر الشامي رحمه الله قرأ قل أفغير الله، قال زد نون، يتأمروني هنزيد نون نوديها فين؟ هنفك الإدغام، هنفك الإيه؟ الإدغام، ولذلك قال وعم خفه، وعم خفه يعني نافع معاه بيقرأوا بنون خفيفة، بنون خفيفة، لكن ابن عامر بيزيد نون أخرى، بمعنى قراءة ابن عامر أفغير الله تأمرونني، فهو فك الإدغام قرأ بنونين خفيفتين، قرأ بنونين خفيفتين. طيب نافع قرأ بنون واحدة خفيفة، وإيش اللي يدرينا أنه قرأ بنون واحدة؟ قال عم خفه، وما قرأ بنونين إلا ابن عامر. إذن نافع كيف يقرأ؟ تأمروني، وطبعا في الحالة هذه ما في داعي للمد لا لابن عامر ولا لنافع، لأنه المد كان للزوم، للزوم السكون، أصبح عند بعد الواو حرف متحرك عند الاثنين، فعند نافع يقرأ تأمروني، تأمروني، ويقرأ ابن عامر تأمرونني، ويقرأ الجمهور بنون واحدة مشددة، بنون واحدة إيه؟ مشددة، تأمروني. فإذا عندنا ثلاث قراءات، تأمروني مخففة ونون واحدة لنافع، تأمرونني بنونين خفيفتين، وقراءة الجمهور بنون واحدة مشددة، وتكون الواو قبلها ممدودة مدا لازما. ثم قال فتحت خفف وفي النبأ العلا لكوف، فتحت خفف وفي النبأ العلا لكوف. طيب عندنا ما أي موضع يقصد؟ هنا عندنا في السورة وسيق الذين ك
كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. قرأ الكوفيون بالتخفيف فتحت أبوابها، وقرأ غير الكوفيين بالتشديد فتحت، والموضع الثاني كذلك قال فتحت خفف، يعني الموضعين اللي جاءوا. وفي النبأ العلا عطف موضع الإيش؟ النبأ. طبعا الموضع الثاني هنا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قراءة إيش؟ أهل سما وابن عامر، وقراءة الكوفيين بالتخفيف. طيب موضع النبأ أي موضع؟ وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء قراءة أهل سما وابن عامر، وقراءة الكوفيين بإيش؟ بالتخفيف. ثم ذكر الياءات التي في السورة، قال وخذ يا تأمروني أرادني، لأف غير الله تأمروني أعبد، أرادني الله بضر، وإني معا مع يا عبادي فحصلا، إني معا مع يا عبادي فحصلا، إني أخاف، إني أمرت، يا عبادي اللي هي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وهذه تتمة الياءات في هذه السورة وآخر ما يتعلق بسورة الزمر. ننتقل إلى سورة المؤمن. سورة المؤمن لها أسماء أخر، ها؟ أيوة، ها؟ حميم إيش؟ حميم المؤمن، ماشي. وغيره غافر، هي المشهورة. واستخدم هو عدة مرات كلمة أخرى، الناظم طول، ها؟ وفي يونس والطول كفيه ظل، استخدمها أكثر من مرة إشارة إلى قوله تعالى ذي الطول لا إله إلا هو. طبعا في كتب علوم القرآن القديمة الأكثر يذكرون، يقولون السورة التي يذكر فيها كذا، السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها آل عمران، السورة التي يذكر فيها كذا، هذه أكثر عبارات كتب القرآن القديمة. طيب هنا سورة المؤمن اللي هي سورة غافر وسورة الطول كما استخدم الناظم في بعض المرات، ويدعون خاطب إذ لوى، ويدعون خاطب إذ لوى اللي هي قوله تعالى والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. قراءة الجمهور هكذا بالإيه؟ بالياء. أما قراءة إذ لوى نافع وهشام فيقرؤون أو يقرآن بالخطاب والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء. هاء منهم بكاف كفى، يا قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. كيف؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، لسه جاية، كانوا هم أشد منكم قوة، كانوا هم أشد منكم قوة. هذه قراءة من؟ ابن عامر. كفى هذه فيها إشكال من جهة ماذا؟ المعنى ولا من جهة الرسم؟ من جهة الرسم، وهي كذا في مصاحف الشامي بالكاف، هي كذا في مصاحف الشامي بالكاف، وفي مصاحف غيرهم بالهاء، مصاحف غير الشامية بالهاء، فبالتالي ليس فيها، ها،
ليس فيها إشكال من جهة الرسم، هو إشكال متبادر فقط. ودائما هم يقولون توافق الرسم، ولما يجوا يشرحوا العبارة يقولون توافق رسم أحد المصاحف، توافق رسم أحد المصاحف. لا يشترط أن تكون أجماعة المصاحف الأربعة أو الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية، طبعا تعرفين أن فيها خلاف، هل هي أربعة التي أرسل بعث بها عثمان، ولا خمسة، ولا ستة، ولا سبعة، ولا ثمانية. فهل هي قد ترد في مصحف واحد من المصاحف الأربعة أو الخمسة على الأرجح يعني فيها، والستة برضو يعني قوي القول بها قوي أيضا إذا أفردنا المصحف المدني عن مصحف الإمام. فعلى أي حال هي هنا توافق رسم مصحف الشام، توافق هنا مصحف رسم مصحف الشام. وعثمان رضي الله عنه لما وجه بالمصاحف، المصاحف في الأصل في الغالب الأعم واحد، يعني الخمس مصاحف أو الست مصاحف في الغالب الأعم واحد، هي اختلافات يسيرة على حسب القراءة التي اشتهرت في تلك الأمصار، على حسب القراءة التي اشتهرت في تلك الأمصار. وأكثر ما يؤثر فيه هنا هو باب الحذف والزيادة، هو باب الحذف والزيادة، لأن الباقي محتمل في رسم المصاحف تبلو ولا تتلو كلها واحد، صح؟ الكتابة القديمة ما في أصلا، ما في نقط أصلا، فتبلو تتلو كلها واحد، الباء صارت تاء، لنبوي أنهم صارت في القراءة الأخرى لنثوي أنهم، ما فرقت لأن ما أصلا ما فيها نقط، ما فيها نقاط. لكن فهذه المصاحف اللي وصلت الأمصار كانت هكذا بدون نقطه بدون شكله بدون أي شيء، لكن الفرق يصير يتضح في باب الحذف والزيادة. وسارعوا ولا سارعوا، إذن هذه في المصحف المدني والشامي بلا واو، بلا واو، وفي غيرها بالإيه بالواو، وهكذا. طبعا لا نريد أن نعدد ولا نريد أن نقلب الدرس درس في الرسم العثماني، هي بس إشارات. أو أن زد الهمزة ثم لا، أو أن زد الهمزة ثم لا. طبعا فرعون خرج عليهم كالثعلب في ثياب الواعظين يحذرهم من موسى، يحذرهم من موسى. وهذا دأب المجرمين في كل زمان، يلبسون على الناس ويدلسون عليهم، وبعضهم قد يكون صريحا في المعاداة وفي الاتهام بما يشرف، بعضهم قد يكون صريحا في العداوة وبالاتهام بما يشرف. هم لما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، قالوا إيش التهمة؟ إنهم أناس يتطهرون، دول صرحة ما عندهم تدليس ولا تلبيس. أما فرعون فخرج يعظ في خرج في ثياب الواعظين يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فخرج يعني يحذر الذين استخفهم فأطاعوه، فقال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هنا الخلاف في قوله أو أن، إني أخاف أن يبدل دينكم، أو أن بزيادة هذه الهمزة لثم لا للكوفيين، بزيادة الهمزة للكوفيين. طيب وغير الكوفيون، غير الكوفيين قرأوا إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر أو يظهر، سيأتي فيها الخلاف. إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر أو يظهر. إذن عندنا أو أن، هذه قراءة الكوفيين بزيادة همزة، وهذه طبعا أيضا فيها رسم، هذه فيها إيه رسم، فيها زيادة حرف،
فيها زيادة حرف. وقرأ غير الكوفيين وأن يظهر أو يظهر في الأرض الفساد. طيب، ثم قال بعد ذلك وسكن لهم واضم بيظهر واكسرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا، ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا. وسكن لهم لمن؟ للكوفيين. واضم بيظهر واكسرا، طبعا سكن لهم على الترجمة السابقة، على الترجمة السابقة هيسكن ايش؟ هيسكن الواو، لانه هيزيد الهمز ويسكن الايه؟ الواو. او لان الباقين بيحركوا الواو بدون همزة، ها؟ وان يظهر او وان يظهر. اذن وسكن لهم هذه تبع البيت الذي قبله، تبع الترجمة السابقة. ثم قال واضم بيظهر واكسرا، وسكن لهم، ثم قال بعد ذلك في الترجمة الجديدة واضم بيظهر واكسرا. يظهر هذه قراءة، ثم ذكر عليها قيودا، قال واضم بيظهر واكسرا اللي هي تصير ايش؟ يظهر. ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا، ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا. إذن قرأ المرموز لهم بإلى عاقل حلا اللي هم نافع وحفص وأبو عمرو، ها؟ يظهر في الأرض الفساد، يظهر في الأرض الفساد. طيب وقراءة غيرهم بدون الضم والكسر، هذا بدون الضم والكسر، يظهر في الأرض الفساد. طب فطبعا على قراءة نافع وأبي عمرو وحفص أن يظهر، يعني موسى، إشارة إلى موسى، يظهر في الأرض الفساد، الفساد مفعول به. وأما على قراءة غيرهم أن يظهر في الأرض الفساد، يعني كأن الحقائق صارت مقلوبة. موسى عليه السلام المرسل من الله عز وجل، يعني هو يخاف أن يظهر الفساد بسبب دعوته وبسبب، طبعا هيسلبه الربوبية، ما قال أنا ربكم الأعلى. ثم قال بعد ذلك إذن عندنا في هذا قراءتان، عندنا في هذا يظهر في الأرض الفساد قراءة نافع وحفص وأبي عمرو، وقراءة غيرهم يظهر في الأرض الفساد. ثم قال فأطلع أرفع غير حفص، فأطلع أرفع غير حفص، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، قراءة الجمهور، قراءة الجمهور، وهي معطوفة على أبلغوا فأطلعوا. أما قراءة حفص فهي منصوبة بالفاء على جواب الترجي، على جواب الإيه؟ الترجي. أين الترجي؟ لعلي أطلع إلى إله، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ثم قال إذن عندنا فأطلع قراءة الجمهور، فأطلع قراءة حفص. طيب عندنا بعد ذلك قال وقلب نونوا من حميد، قرأ ابن ذكوان وأبو عمرو رحمهما الله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر، على كل قلب متكبر بالتنوين. وقرأ غيرهما بتركه بالإضافة،
على كل قلب متكبر. طب انتوا درستوا في اللغة العربية الإضافة ولا لسه ما وصلتوهاش؟ ها؟ الإضافة للنكرة تفيد تعريفا؟ ها؟ هي الإضافة أصلا تفيد التعريف يعني عموما، لكن إذا أضفنا للنكرة هل تفيد تعريفا؟ النكرة أصلا نكرة، كيف تعرفها وهي نكرة؟ تفيد التخصيص. الإضافة للنكرة لا تفيد تعريفا إنما تفيد تخصيصا فقط. طيب، قال: وقلب نونه من حميد، وقلب نونه من حميد. إذا قرأ ابن ذكوان وأبو عمرو قلب متكبر، وقرأ غيرهما على كل قلب متكبر لقراءة الجمهور بالإضافة. أدخلوا نفر صلة على الوصل، أدخلوا نفر صلة على الوصل واضمم كسره، واضمم كسره. إذا قرأ المرموز لهم بنفر صلة وهم الأب ولبنان ولبناني وشعبة. قرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وشعبة بأدخلوا آل فرعون، أشد العذاب. أدخلوا كأنه أحضرهم والتفت إليهم وخاطبهم، أدخلوا آل فرعون. أما قراءة الجمهور على همزة قطع، على همزة قطع، أدخلوا آل فرعون، كأن المخاطبين هم الملائكة، أمروا أن يدخلوا آل فرعون، أشد العذاب. نعم، كيف تعادل؟ انت قصدك الجمهور، احنا قلنا قراءة الجمهور. طيب، اذا قراءة كويس، انت حسب الاهداف كويس، طلع التعادل صح، 3.5 3.5. ايوه ان شاء الله. اذا عندنا قراءة غير نفر صلة بأدخله بهمزة قطع، لانه قال هنا وصل على الوصل، اذا غير القطع وصل. ثم قال: واضمم كسره. إذن قراءة غير نفر صلة بإيش؟ بالكسر، أدخلوا آل فرعون. وقراءة نفر صلة أدخلوا آل فرعون. طيب، آل فرعون على قراءة الجمهور إيش إعرابها؟ بلاش الجمهور، غير نفر صلة. ها؟ أدخلوا آل فرعون، أيوة، مفعول به. وعلى قراءة نفر صلة أدخلوا منادى، أي منادى محذوف الأداة. واللغات العامية في الغالب العام تحذف الأداة، احنا ما بننادي واحد نقول يا فلان، غالبا نقول فلان، يعني لما بتناديه تقول أحمد، يعني يا أحمد، هذه أقل شوية. فحذف الحذف مشهور، يعني حذف أداة النداء مشهور، بل هو في العاميات أكثر، في العاميات أكثر من الإثبات. واضمم كسره يتذكرون كهف سم، طبعا يضمم كسره هذه تبع الترجمة السابقة. ثم قال: يتذكرون كهف سما، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعاملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون وقليلا ما يتذكرون. قراءة كهف سما، قراءة ابن عامر وأهل سما، قليلا ما يتذكرون، قليلا ما يتذكرون بالغيب. وقراءة غيرهم بالإيش؟ بالخطاب، قليلا ما تتذكرون. ثم ذكر، عدد بعد ذلك المضافات، قال: واحفظ مضافاتها العلا، ذروني ودعوني، وإني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري
إسماعيل ذروني أقتل ادعوني أستجب لكم لعلي ثلاثة وإني ثلاثة إني أخاف أن يبدل دينكم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب إني أخاف عليكم يوم التناد لعلي أبلغ الأسباب وفي مالي وأمري مع إلى مالي أدعوكم إلى النجاة وأفوض أمري إلى الله. هذه تتمة الياءات. ننتقل بعد ذلك إلى سورة فصلت. قال رحمه الله: وإسكان نحسات به كسره ذكى، وقول مميل السين للليث أخملا. وإسكان نحسات به كسره ذكى، أي أن ابن عامر والكوفيين قرأوا في أيام نحسات، نحسات في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي، أيام نحسات بالكسر. طيب، وقرأ غيرهم، من غيرهم؟ أهل سمع. قرأ غيرهم بإيش؟ بالإسكان في أيام نحسات. إذن عندنا نحسات لأهل قراءة أهل سما، ونحسات قراءة ابن عامر والكوفيين. وقول مميل السين لليث أخملا، نقل بعضهم عن الليث بن خالد البغدادي اللي هو أبو الحارث، الليث بن خالد البغدادي اللي هو أبو الحارث الراوي الأول للكسائي، الراوي الأول للكسائي، قرأ روى بعضهم عنه إمالة السين، يعني مقصود الألف، يعني التي بعد السين، إمالة الألف التي بعد السين، يعني ناحي سيت للنذيقة. قال أخملا، أي أن هذا القول مخمل متروك، أن هذا القول مخمل ومتروك، مش مخمل القماش القطيفة يعني، لا مخمل حاجة تانية. هذا قول خامل لا يستحق ذكره، وإنما ذكره لأنه جاء في بعض الكتب. يعني واحد يقول أحيانا طب ليش يذكر بعض الأوجه مثلا؟ لأنها جاءت في بعض الكتب، ربما في كتب مشهورة من كتب القراءات فيشير إلى ذلك. وهذا من القسم الذي يقولون أن الشاطبي حرره، هو حرر المسألة، يعني أنه ورد في بعض الكتب أنه الإمالة في ألف نحسات للليث أبو الحارث، ولكن هذا القول خامل ومتروك ولا يعمل به، كما قال تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحمل، تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحمل، يعني في بعض الكتب ذكرت أن حفص قرأ أن تبويا، إذا وقف على كلمة تبوأ في سورة يوسف، تبوأ لقومكم مصر ملوك. قال هذا قول لم يصح فيحمل فينقل يعني، وعلة ما ذكرناه هو نفسه أنه يعني هذا قد يرد في بعض الكتب وربما يكون بعضها مشهورا فينبه إلى ضعف هذا الوجه، وليس ملزما أن ينبه على كل ما هو ضعيف في الكتب الأخرى، لكن يعني بما يتأتى له في النظم. طيب، ذكر بعد ذلك قال ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه وأعداء خذ، هي قوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. وهذه القراءة التي ترجمها هنا ونحشر، قال ياء ضمة يح مع فتح ضمه اللي يشين يحشر، وأعداء خذ، أعداء لم يقل نصب ولا رفع وإنما اكتفى بماذا؟
بالإطلاق، اكتفى بالإيه؟ بالإطلاق. وأعداء خذ، إذن غير نافع اللي هما المرموز لهم بالخاء، وغير نافع اللي هما المرموز لهم بالخاء، قرأوا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، يحشر. وقرأ نافع بعكس هذا، قال نحشر ياء ضمة، عكس الياء هي النون مع فتح ضمه، إذن سيبقى الضم نحشر، وعكس الرافع هو النصب، ويوم نحشر أعداء الله إلى النار، ويوم نحشر أعداء الله إلى النار. إذن قراءة نافع نحشر أعداء، وقراءة غيره يحشر أعداء. ثم قال والجمع عم عقنقلى لدى ثمرات، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تخرج من ثمرات من أكمامها. قال إن المرموز لهم بعم عقنقلى وهم نافع وابن عامر وحفص، قرأوا بماذا؟ بالجمع، وما تخرج من ثمرات من أكمامها. وقرأ غيرهم بالإفراد، وما تخرج من ثمرة من أكمامها. هذه طبعا من الكلمات اللي مختلف في قراءتها بالإفراد والجمع، وهي مما رسمت بالتاء مراعاة لهذا، مما رسمت بالتاء مراعاة لهذا الاختلاف، كما في كلمة آيات مثلا التي في سورة يوسف وفي سورة العنكبوت، ففيها خلاف في قراءتها بالإفراد وفي الجمع. وكذلك غيابات الجب وغيابة الجب، وكذلك كلمات أي، فطبعا هو جمعها المتولي رحمه الله في جزء من قصيدة اللؤلؤ المنظوم، اللؤلؤ المنظوم، في ذكر جملة من المرسوم. هذه القصيدة يعني مختصر مفيد لمن لم يرد التوسع في الرسم، وهي تكفي مع شرحها وفهمها واستحضارها لمن يريد أن يأخذ ملخصا في علم الرسم. وقد شرحها رحمه الله في الرحيق المختوم، سماه الرحيق المختوم بنثر اللؤلؤ المنظوم. هي تهم يعني القارئ والمقرئ، تهم القارئ والمقرئ، جمع فيها المسائل المهمة في الرسم. أما الموسعات في الكتب الرسم فهي تهم القارئ والمقرئ وماذا؟ والكاتب اللي بيكتب المصحف نفسه. يعني أنت كقارئ مثلا لما نعرف أن الألفات مثلا محذوفة من الأسماء، من جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وأنه كان إذا كان في ألفين أيضا تحذفان الصالحات ونحوها وكذا، أنت كقارئ هل تستفيد شيء كثير يعني من هذا الكلام؟ ها؟ هذا يفيد من؟ يفيد الكاتب اللي يكتب المصاحف. لذلك يعني المخللاتي لما ألف كتابه في الرسم قال إرشاد القراء والكاتبين، إرشاد القراء والإيه؟ والكاتبين، لأنه يعني في أشياء في مسائل الرسم أكثر ما تهم الكاتب الذي يكتب هذا. طبعا كل مسائل الرسم تهم الكاتب، لكن القارئ يعني إن أراد أن يعني يتوسع في الرسم فبها ونعمة، وإن لم يرد وأراد أن يقتصر فلا أقل من أن يستوعب، يعني يقرأ هذا النظم المبارك ويقرأ شرحه ويستظهره ويستوعبه، هذا أقل شيء في الرسم. عرفت اسم الكتاب ما هو؟ القصيدة اللؤلؤ المنظومة، شرحها في الرحيق المختوم
وللأسف يعني لا النظم ولا الشرح يعني أخذ حقه من الإيه من العناية، لعله إن شاء الله. نعم الإيش؟ أي نعم صحيح. إذن عندنا آخر خلاف هنا في الفرشيات في هذه السورة، وما تخرج من ثمرات، قراءة عم عقنقلة نافع وابن عامر وحفص، وقراءة غيرهم اللي قراءة الجمهور. أظن مش تعادل يا شيخ محمد المرة دي، صح؟ مش تعادل المرة دي، قراءة الجمهور صحيح. قراءة الجمهور بالإفراد من ثمرة من أكمام. ثم عدد يا آتي الإضافة على طريقته في فرش الحروف، دائما يعدد في آخر السورة يا آتي الإضافة. طيب السورة التي لا يذكر فيها يا آتي إضافة معنى ذلك ماذا؟ ليس فيها. طب أطول سورة لم تأتي فيها أي آتي إضافة أبدا؟ أيوة أحسنت، سورة النساء، رغم أنها طويلة جزء ونصف كامل، لكن لم ترد فيها أي خلاف في آت الإضافة مطلقا. لذلك قال إيش؟ وضم زبورا في آخر السورة، ها؟ وفي الأنبياء ضم الزبور، وهنا زبورا، وفي الإسراء لحمزة مجملة أسجل أو أسجل، نعم. فهذا آخر بيت لم يذكر بعده يا آتي الإضافة، فمعنى ذلك أن سورة النساء كاملة رغم أنها جزء ونصف لم يرد فيها خلاف للقراء في يا آتي الإضافة. طيب العقنقل مر بنا أكثر من مرة، وهو الكثيب العظيم من الرمل، اللي يعم عقنقل العقنقل والكثيب العظيم من الرمل، وله معاني أخرى هذا المشهور. ثم قال ثم يا شركائي المضاف، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك، وهذا من القسم يأتي الإضافة الذي لم يأتي بعده همز، ومع غير همز في ثلاثين خلفهم، وهذا هذه الياء ممن فرد بفتحها من؟ ها؟ ابن كثير رحمه الله. ثم قال ويا ربي به الخلف بجلا، وهذا مما كان يعني ينبغي أن يذكره في يا آتي الإضافة الجزء هذا الأخير. شركائي ذكرها، ومع شركائي من ورائي دونوا، لكن هنا ويا ربي به الخلف بجلا، أي أنه ورد عن قالون خلاف في هذا الحرف. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. القاعدة أن هذه الياء تفتح لمن؟ لنافع وأبي عمرو. الأصل أن مثل هذا يفتح لنافع ومن؟ ولأبي عمرو، لكن وقع خلاف لقالون في هذه الياء، يعني له الفتح وله الإسكان. إذن يبقى من الذي فتح؟ ورش وأبو عمرو. اقرأ. صحيح صحيح. وإن كان يعني هذا لا يتبعه دائما، يعني مثلا هو هاءات مثلا هاء الكناية صاحب التيسير كيف ذكرها؟ ذكر في الأول مذهب ابن كثير، ها؟ وأما الخلافات القراء يؤده وأخواتها وكذا كلها ذكرها في مواضعها في السور. طيب لعلنا في الجزء الباقي نسرع قليلا أو كثيرا، اللي هو من سورة الشورى وسورة سور الشورى والزخرف والدخان. ويوحى بفتح الحاء دانا كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، كذلك يوحى إليك، قراءة من؟ ابن كثير. وقرأ غيره ها يوحي إليك، ويفعلون غير صحاب،
هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. قراءة صحاب ويعلم ما يفعلون، وقراءة غير صحاب ويعلم ما تفعلون، ويعلم ما تفعلون. نعم، ويفعلون غير صحاب. قراءة، أحسنت، قراءة غير صحاب ويعلم ما يفعلون، اللي قراءة الجمهور. وأما حمزة والكسائي وحفص ويعلم ما تفعلون. كويس إن في ناس صحيحين لسه حتى الآن. يعلم ارفع كما اعتلى، يعلم ارفع كما اعتلى. أي يعلم؟ قرأ كما اعتلى، اللي هي ابن عامر ونافع، قرأ ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. وقرأ غيرهما اللي هم قراءة الجمهور ويعلم بالنصب، ويعلم. هذه طبعا فيها كلام طويل جدا، يعني ليس محل هذا المحل محله. من أراد فليرجع إلى كتب التوجيه. بما كسبت لا فاء عما، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. والإشكال هنا في الرسم ولا في المعنى؟ في الرسم، لأنه في حذف حرف من حروف المعاني، هذا فيه حذف حرف من حروف الإيه؟ المعاني، اللي هي الفاء. إذن قراءة عما، طبعا نقول الإشكال في الرسم على المتبادر أيضا، لأنه هذه في مصاحف المدينة وفي مصاحف الشام بلا فاء، في مصاحف المدينة والشام بلا فاء. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، وغيره وغيرهم يقرأ فبما كسبت أيديكم بالفاء، قراءة الجمهور. كبيرة في كبائر فيها ثم في النجم شملنا، والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش، كبير الإثم والفواحش. وكذلك في سورة الإيه؟ النجم، في سورة النجم بنفس السياق، يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم. من الذي قرأ كلمة كبيرة بدل كبائر؟ حمزة والكسائي قرأوا كبير، وغيرهم قرأ كبائر. طبعا هنا اكتفى باللفظ عن القيد، اكتفى باللفظ عن القيد، ولفظ بالقراءتين جميعا، ولفظ بالقراءتين جميعا، كبيرة في كبائر، كما قال أسرى في أسارة، أوصى بوصى، يعني اكتفى بدل ما يفصل الكلام قال أوصى بوصى، كبيرة في كبائر، أسرى في أسارة، هذا مما لفظ فيه بالقراءتين. ثم قال ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا. قرأ نافع وحده، قرأ نافع وحده، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قرأ بالرفع في الفعل الأول وهو بضمة ظاهرة، وفي الثاني قال مسكنا لأنه هو مرفوع أيضا معطوف على يرسل، لكن الأول مرفوع بضمة ظاهرة والثاني مرفوع بضمة إيش؟ مقدرة. منع من ظهورها ماذا؟ ثقل ولا التعذر؟ فيوحيه، يصلح يعني فيوحيه. وأن كنتم بكسر شذ العلا، طبعا يعني قرأ يرسل فيوحي بإذنه، قراءة نافع. الضمة مقدرة عند نافع، وعند غيره يقرؤون بالنصب، أو يرسل رسولا فيوحي بحركات ظاهرة. وأن كنتم بكسر شذ العلا، هذا إلى هنا انتهى فرش حروف سورة
الشورى، وبدأ في فرش حروف سورة الزخرف. يعني عند الخلاف في يرسل ويوحي هذا نهاية سورة الايه الشورى، وبدأ في الزخرف. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. أرحمكم الله. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. هنا قراءة حمزة والكسائي ونافع بالإيه؟ بكسر الهمزة، بكسر الهمزة، وقراءة غيرهم بماذا؟ بالفتح. أن كنتم، وقراءة غيرهم بالفتح. وينشأ في ضم وثقل صحابه، أو بن ينشأ في الحلية في ضم وثقل. ضم الأول حرف المضارعة في ضم وثقل، أو من ينشأ هي الشين نفسها لكنها مشددة، أو من ينشأ. وقراءة غير صحاب هي قراءة الجمهور ينشأ في الحلية. عباد برفع الدال في عند غلغلة، وسكن وزد همزا. لا دي ترجمة أخرى. طيب، عباد برفع الدال في عند غلغلة هي قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن. قرأ المرموز لهم بغلغلة وهم من؟ أبو عمرو والكوفيون. قرأوا عباد الرحمن، عباد الرحمن، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقرأ غيرهم اللي هم نافع وابن كثير وابن عامر الذين هم عند الرحمن. هل هنا إشكال في الرسم ولا ما فيه؟ ما في إشكال، ما في إشكال، ما في إشكال في الرسم، لكن طبعا التوجيه في المعاني. عندنا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، عباد الرحمن، هذه قراءة أبي عمرو والكوفيين، وقراءة نافع وابن كثير وابن عامر عند الرحمن، الذين هم عند الرحمن. ثم قال وسكن وزد همزا كواو أشهد أمينا، أي أن نافعا وحده انفرد بزيادة همز أو همزة استفهام أو همزة أخرى، أشهدها القوم أيضا استفهام. هنا أصبح الفعل عند نافع أشهد، أشهد بهمزتين، يعني أصبح الفعل عنده متعدي، أشهد وأشهد مبني للمفعول، أشهد خلقهم. طبعا قال وسكن وزد همزا كواو، يعني تنبيه على أنه على أنها التسهيل، وهذا معروف، يعني معروف من مذهب نافع رحمه الله. يعني نافع يقرأ أشهد خلقهم، أشهد بهمزة استفهام ثم همزة مضمومة مسهلة، ثم همزة مضمومة مسهلة، إن همزة الاستفهام لا تكون إلا مفتوحة، والهمزة التي بعدها قد تأتي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. هنا قال أشهد وقال همزا كواو، يعني تذكيرا بمذهب نافع أنه في مثل هذا يسهل. لكنه نبه على أمر، قال وفيه المد بالخلف بللا، وفيه المد بالخلف بللا. طبعا مثل هذا المفروض عن قالون أنه إيش؟ يقرأ بالتسهيل مع الإدخال، مش في الهمزتين من كلمة، قالون في جميع الصور يقرأ بالتسهيل مع الإدخال، إلا أنه في هذا الموضع خاصة
في هذا الموضع خاصة ورد عنه خلاف. الخلاف هو في ماذا؟ هل هو في الهمز، همزة الزائدة، ولا في الإدخال وعدمه؟ ها؟ في الإدخال وعدم الإدخال، يعني له وجه كورش أشهدوا خلقهم، تسهيل بلا إدخال، وله وجه بتسهيل مع الإدخال، أشهدوا خلقهم، أشهدوا، وفيه أشهدوا، هذا لنافع بتمامه بخلف عن قالون، وقالون له وجه آخر أشهدوا خلقه. ثم قال: وقل قال عن كفء، وقل قال عن كفء، هذا أيضا مما لفظ فيه بالقراءتين معا. يا قوله تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم، قال أولو جئتكم، قرأ حفص وابن عامر بقال، قرأ حفص وابن عامر قال أولو جئتكم فعل ماضي، وقرأ غيرهم بالقراءة الأخرى التي ذكرها اللي هي إيش؟ قل أولو جئتكم، وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أنبلا، أي أن ذكر أنبلا الذل لمن؟ كوفين وابن عامر ونافع، قرأوا سقفا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. إذن قرأ نافع وابن عامر والكوفيون سقفا. طيب وغيرهم اللي هم اللي باقي، الباقون من؟ حق، قرأوا إيش؟ بدون ضم وبدون تحريك، بدون ضم وبدون تحريك، اللي هي إيش؟ سقفا. وقالوا إن سقف هي يعني جمع، بعضهم يقول إن سقف جمع سقيف، أو تكون مفردا مراد به إيه؟ اسم الجنس، أو تكون مفردا مراد به اسم الجنس. وأما السقف فطبعا هي جمع قولا واحدا ما فيها كلام. إذن عندنا سقف قراءة ذكر أنبلا نافع والكوفيين وابن عامر، وقراءة حق ابن كثير وأبي عمرو سقفا. ثم قال: وحكم صحاب قصر همزة جاءنا، وحكم صحاب قصر همزة جاءنا، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. قرأ بقصر الهمزة، هي الهمزة بتمد يعني ولا إيش؟ يعني إن في ألف بعدها، قرأ بقصر الهمزة اللي حكم صحاب أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي، حتى إذا جاءنا أو جيءنا، عشان ما نغلطش المرة دي برضو في التعادل، مش الجمهور الشيخ محمد جالس بيعد علينا. الباقون قرأوا بماذا؟ بعدم القصر، على التثنية، على التثنية. من الباقون؟ ها، نافع وابن كثير وشعبة، ومن تاني؟ وابن عامر. أيوة، قرأوا حتى إذا جاءنا، حتى إذا جاءنا، جاءنا يعني إيه؟ القرين، ها، وصاحبه. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هذا الذي قيض له الشيطان. فقراءة غير حكم صحاب تلمح هذا المعنى، وقرأوا بالتثنية: جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك، كأنهم اختصموا. أما قراءة حكم صحاب حتى إذا جاءنا، نعم،
إذن عندنا قراءتان، حكم صحاب قرأوا جاءنا وقرأ غيرهم جاءنا، وطبعا الخلاف في جاءنا بالإمالة وكذا معروف. وأسورة سك وبالقصر عدلا، وأسورة سك وبالقصر عدلا. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أسورة من ذهب، هذه قراءة من؟ قراءة حفص اللي يقرأ بالإسكان، بإسكان السين يعني، وبالقصر بدون ألف. إذن قراءة غير حفص، قراءة الجمهور بالتحريك السين وبالمد عكس القصر. أساورة، فلولا ألقي عليه أسورة أو أساورة، هذا جمع الجمع، هذا جمع الجمع أساورة. وفي سلفا، وفي سلفا أو سلفا ضم شريف، قرأ المرموز لهم بالشين حمزة والكسائي بالضم بضمين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقرأ غيرهم سلفا، قالوا سلف جمع سالف، وسلف جمع سليف، وقيل وقيل هذا قول، وقول آخر بالفتح مفرد لكنه بمعنى الجمع، مفرد بمعنى الجمع. نقول السلف رحمه الله لفظه مفرد، وفي البعض يقولون انه جمع، جمع ايش؟ جمع سليف، او يكون يعني لفظه مفرد ومعناه جمع، كما تقول مثلا فريق، فريق هذا ايه؟ لفظ ايش؟ مفرد لكنه معناه الجمع، او تقول طاقم مثلا، طاقم، طاقم هذا ايش؟ مفرد لكن معناه الايه؟ الجمع. او قطيع، قطيع، قطيع من الماعز او من الغنم او كذا، هذا مفرد لكنه فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين. وقيل انهما بمعنى، يعني بمعنى واحد، سلفا وسلفا، هذا من تنوع الالفاظ يعني. إذن عندنا سلف قراءة حمزة الكسائي، وسلفا قراءة غيرهم. وصاده يصدون كسر الضم في حق نهشلا، إذا قومك منه يصدون بكسر الصاد، قراءة حمزة وأبي عمرو وابن كثير وعاصم، قرأوا إذا قومك منه إيه؟ يصدون. وقرأ غيرهم يصدون، وقيل يصد الصد بالضم معناه الإعراض، وبالكسر معناه اللغط والصياح، وقيل أشياء أخرى، سنحن نقول يعني مختصر. وقيل يصد باللغط والصياح، وقيل بعضهم الضحك أيضا، قال بعضهم الكسر بمعنى الضحك يضحكون، والصد بالضم على الإعراض، ولا يصدنك مثلا. طيب، أآلهة كوف يحقق ثانيا، وقل ألفا للكل ثالثا ابدلا، هذه طبعا موضعها كان ايش؟ كان الهمز المفرد، موضعها كان الهمز الايه؟ المفرد. هذه أخت أآمنتم، لكن الفرق هنا أن آمنتم فيها همزة زيادة، في بعضهم يقول آمنتم في مواضعها الثلاث، آمنتم له أو به، وفي البعض يقول آمنتم. هنا آلهتنا خير أم هو، هذه متفق على قراءتها بإيه؟ بهمزتين، متفق على قراءتها بهمزتين، والهمزة الثانية تؤول إلى همزتين، يعني الهمزة الثانية فيها أصلها همزتين، صح؟ مش احنا قلنا آمن هذه أصلها إيه؟ أأمن،
آلهة أصلها أألهة، لكن العرب يأبون ذلك، هذه مرفوضة عند العرب، لذلك قال وإبدال أخرى همزتين لكلهم إذا سكنت عزم، يعني لازم، يعني هذا واجب لغة، كآدم أوهلة، ما يصلح أقول أأدم ألفظ بها، يعني لما يحللوا الكلمة يقول أصلها كذا أأدم، لكن ما يصلح، ما أحد من العرب يقول أأدم ولا أأمن، لكن يقلبون الهمزة الثانية أي حرف مد، يقولون آدم آمن، فهي أآلهة، قال كوف يحقق ثانيا، أي أن الكوفيين قرأوا أآلهتنا خير بالتحقيق، معنى ذلك أن غير الكوفيين ماذا؟ ها؟ يسهلون، غير الكوفيين يسهلون. وهنا طبعا إشارة إلى مثلا ابن ذكوان رحمه الله أنه خالف مذهبه في هذه الإيه؟ الكلمة، كما خالف في آمنتم، كما خالف في أآمنتم، أنه سهل، وإلا معروف أنه مثلا أهل السماء في هذا يسهلون، معروف أن أهل السماء هنا يسهلون، لكن هو قال يحق كوف يحقق، إذن الكوفيون فقط هم الذين يحققون، معنى ذلك أن غير الكوفيين بمن فيهم ابن ذكوان يقرؤون بالتسهيل. ولا أحد يدخل هنا، ولا أحد يدخل هنا، يعني أصحاب الإدخال قالون وأبو عمرو وهشام لا يدخلون هنا، لا أحد أبدا يدخل في مثل هذا. وقال وقل ألفا للكل ثالثا نبدلها، هذا على التحليل اللي ذكرناه، إن هي أصل الكلمة فيها كم همزة؟ ثلاثة، آ وبعدين أألها، فالهمزة الثالثة ديت ها أبدلت إيش؟ ألفا، فصار الكوفيون يقرؤون آلهتنا وغيرهم آلهتنا، ولا أحد يدخل ألفا من أصحاب الإدخال. ثم قال وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، قرأ حق صحبة بحذف العائد اللي في الأخير، يعني وفيها ما تشتهي الأنفس، وفيها ما تشتهي الأنفس، وهذه لغة ليس فيها إشكال، هذه لغة ليس فيها إشكال، لكن الإشكال من جهة إيش؟ الرسم أيضا، لأن فيها حذف حرف، فيها حذف حرف من حروف المعاني، فهنا الهاء اللي هي الضمير حذفت في قراءة حق صحبة، كما مر بنا في وما عملته أيديهم، وما عملته أيديهم. إذن قرأ حق صحبة بماذا؟ ها؟ وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وقرأ غيرهم تشتهيه. طبعا هم قالوا إن هكذا هي في مصاحف مكة والبصرة والكوفة، إلا أن حفصا خالف هذا فقرأ بالإيه؟ بالهاء تشتهيه. وفي ترجعون الغيب شايع دخللا، طبعا هذه في أواخر سورة الزخرف، وعنده علم الساعة وإليه، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، قراءة الجمهور بالخطاب، وقراءة شايع دخللا حمزة والكسائي وابن كثير قرأوا وعنده علم الساعة وإليه يرجع أو وإليه يرجع، يرجعون الشاهد أنه يقرأ بالإيه؟ بالغيب. ثم قال وفي قيله اكسر، وهذا آخر فرش حروف سورة الزخرف، وفي قيله اكسر واكسر الضم بعد في نصير، وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وقيله يا ربي، قال اكسر واكسر الضم بعد في نصير، أي أن حمزة وعاصما قرأوا
وقيله يا رب. وقرأ غيرهم بماذا؟ ها؟ وقيله يا رب. طبعا هذه من المواضع القليلة اللي خالف فيها مذهبه في الكلام على علامات الإعراب وعلامات البناء. قال وفي قيله اكسر، واكسر الضم بعد في نصير. هما كان المفروض يقول ايش؟ اخفض، مش كده؟ لان الكسر في اصطلاح البصريين او في الاصطلاح الذي اتبعه الناظم رحمه الله علامة ايش؟ بناء. واذا اراد الاعراب يقول جر، يقول اخفض، ما يستخدم الكسر في الاعراب. لذلك يعني ابو شامة اعترض على هذا وقال في نسخ ان فيها اخفض ما ندري، هو اطلع على ما لم نطلع عليه. قال وفي قيله اكسر، واكسر الضم بعد في نصير. الضم طبعا المقصود الضم اللي هيكون في ايش؟ في الهاء. لان لو قلنا قيله هيصير ايش؟ الهاء تضم، هاء الضمير تضم ما لم يكن قبلها ايش؟ كسر او ياء، ما لم يكن قبلها كسر. الشاهد عندنا قراءتان، عندنا قراءتان، وقيله يا رب قراءة ها حمزة وعاصم، وقيله يا ربي قراءة الجمهور. وخاطب يعلمون كمن جلى، اللي هي آخر سورة، آخر آية في السورة، اللي هي إيش؟ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون، لابن عامر ونافع، وقرأ غيره بالإيه؟ بالغير. ثم عدد بعد ذلك ياءات الإضافة بتحت عباد الياء، اللي هي هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. عبادي طبعا هل هي تبع الزوائد ولا تبع الإضافة؟ لأن هذه الياء يا عبادي لا خوف ذكرها في ياءات الإيه؟ الإضافة، أي أصلا يعني زادها غير، والحذف عن شاكر دلا، الحذف عن شاكر دلا. هنا الياء المفتوحة لشعبة واحده. ثم ذكر هذه نهاية سورة الزخرف، بعد ذلك يعني مواضع قليلة اللي هي اختلافات سورة أو فرش حروف سورة الدخان. ويغلي دنا علل، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، هي قراءة ابن كثير وحفص، كالمهل يغلي في البطون، وقراءة الجمهور كالمهل تغلي في البطون. كالمهل يغلي واضح، طب وكالمهل تغلي على الشجرة، على أن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل تغلي في البطون، تغلي الثمار يعني مش الشجرة نفسها، ثمرة اللي تخرج من شجرة الزقوم. ورب السماوات اخفضوا الرفع ثم لا، ورب السماوات اخفضوا الرفع ثم لا، هي قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، بالخفض للكوفيين عطفا على رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، من ربك التي قبلها في الآية التي قبلها، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما، فهذه عطف بيان عليها أو بدل منها. أما قراءة غير الكوفيين فهي رب على الابتداء، رب على الابتداء. بعد ذلك قال وضم اعتلوه اكسر غنى، وضم اعتلوه اكسر غنى، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، قراءة أبي عمرو والكوفيين خذوه فاعتلوه، وقراءة غيره فاعتلوه، وهو الأخذ بعنف سواء بكسر التاء أو بضمها.
بكسر التاء وبضمها، فهو الأخذ بعنف. إنك افتح ربيعا، قرأ سيدنا الشيخ ربيع، من سيدنا الشيخ ربيع كسائي رحمه الله، قال ذق أنك أنت العزيز الكريم، ذق أنك بأنك، طبعا هذا على سبيل الإيه؟ التهكم. فقرأ الكسائي وحده ذق أنك بفتح الهمزة، وقرأ غيره إيش؟ بكسرها إنك. وهذا آخر فرش حروف هذه السورة. ثم ذكر بعد ذلك فيها يا أين وقل إني وللياء حملا إني آتيكم بسلطان وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. طب من اللي فتح تؤمنوا لي يا إخوة؟ ورش وحده، ورش وحده. وليؤمنوا بي تؤمنوا لي يا جاء. طيب، وهذه هذا آخر ما يسر الله به في شرح فرش حروف سورة الشورى والزخرف والدخان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.